استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا الفريق أول موهوزي موسيفيني. وخلال اللقاء نقل موسيفيني للرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني هو ما ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تقديره لأخيه الرئيس الأوغندي ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا. وفي هذا الإطار تم تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما المجال العسكري. كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الإفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى المستوى القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الإفريقية الشقيقة.